بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قبل أن أقدم ورقتي باللغة العربية, I would like to thank the organizer for having me here. And in fact, I didn't expect to present my paper in Arabic, but since the majority here, and we are believing democracy in, as was Arabic speakers, so I present my presentation in Arabic. And I'm really honored for being here in Tunisia, the leading example of Arab Spring. And we are so proud following the example how the constitution making process, the consensus, the responsibility of the political leaders, the people themselves manage and succeed to confront the challenge and having this example. And this is why the organizers choose Tunisia as a really inspiring model for Arab Arabic region. And I'm especially honored for presenting this paper today about Islam and democracy and the direct mechanism of modern democracy is for being here with Sheikh Rashid Al-Ghannouchi. And in fact, I'm especially proud because we really, in the Arab region, lack the wisdom of this kind of leaders, political leaders. I found a very interesting article in the website of the Global Forum, which is titled by Winning by Losing. And I can assure you, Sheikh Rashid, that you didn't lose the rally. You really win the stability of your country. You win the respect of the whole world. You pave the way for the second generation, the better future. So thank you for everything. حقيقة الورقة تتحدث عن الإسلام والديمقراطية, وأبدأ بمدخل افتتاحي حول هنالك بعض الحساسية في العالم العربي نحو كلمة, نحو بعض المصطلحات, مثلا كلمة الديمقراطية وبحكم التخصص, كذلك إلى كلمة الفيدرالية. ولذلك كيفية التوفيق ما بين الإسلام والديمقراطية لن نحتاج إلى كثير حديث, لأن قيم الإسلام تقوم على قيم التسامح وعلى قيم احترام حقوق الإنسان. ولكن هنالك بعض المسكونسبشن أو نقول أنه خلط في الفهم. ويعني أول هذه الخلط ما يحدث في المصطلحات. فيعني بعض المثقفين نقول أو المواطنين العاديون يتحسسون من كلمة الديمقراطية والفيدرالية. ولذلك نرجو كلنا مع بعض أنه ليس مهم المصطلح, المهم قيم مشاورة المواطنين. يعني لابد أن نكون result oriented, نهتم بالنتيجة. أن إذا تم استشارة المواطنين, إذا عبر الشورى أو إذا تم تطبيق نموذج يحمل تفويض السلطات عبر اللامركزية, لا يعني لا نهتم ببعض المصطلحات, وحتى لا يكون في crisis of terminology. عشان كده يعني أول محتويات الإعلام بتاع تونس, أنا أعتقد بالنسبة للمنظمين أنه في الجلوسري في الباب الديكشنري المصطلحات, أنه لا بد من تبني بعض المصطلحات الإسلامية حتى يكونوا يكتسبوا قاعدة أكبر في العالم العربي والإسلامي ويصبحوا فاميليار أو متعودين على هذه المصطلحات. فلذلك هذه توصية مهمة. الشيء الثاني حول قضية الإسلام and democracy, أنه الديمقراطية تقوم على يعني الماجوريتي رول, اللي هو
حق الجماعة الأغلبية، ولذلك رأي الأغلبية يحترم. يعني إذا ما اتخذ أي قرار وإذا تم انتخاب القادة، ولكن هنالك بعض الحساسيات. تتم الحساسيات إذا كان المجتمع غير متجانس، إذا كان هنالك أقليات لا تدين بنفس الفهم ولا يجمعها تاريخ مشترك مع الأغلبية. هذا هو الفهم العام، ولذلك يعني تبنت التجارب الفيدرالية العريقة مثل سويسرا. مثلا أنا درست في سويسرا في الدراسات العليا، يعني كيف يتم التوفيق، كيف يتم إشراك الأقليات في صنع القرار على المستوى الفيدرالي. هنالك نظريات وأشياء تطبقها التجربة السويسرية، ولكن أهمها وهو ما تم تطبيقه بنجاح في التجربة التونسية هو التوافق، مسألة الكونسنسس. هذا التوافق هو الذي جعل من الممكن إصدار دستور وتشكيل حكومة والتباحث، لأنه مبدأ الشرعية يعتمد على الإجماع المطلوب من مكونات المجتمع نحو القرار، ولذلك هذا شيء مهم جدا. ولكن بالرجوع إلى الحديث عن الإسلام والديمقراطية، يعني ما أن يتم اختيار القرار الجماعة للقوانين الإسلامية حتى تصفر بعد القلق، سكيبتيكال، يصبح هنالك تشكك. وأنا أعتقد أن التشكك قد يكون لثلاث أسباب. أولا أن هنالك غير المسلمين من سيتأثر بتطبيق هذه القوانين الإسلامية، ولذلك في المجتمع الذي يحتوي على غير المسلمين هنالك قلق من هذا الجانب. الشيء الثاني، ليس كل المسلمين يعتقدوا أنه يتم تطبيق قوانين إسلامية في مجتمعاتهم. هنالك نظريات عديدة، هنالك تفاسير مختلفة، ولكن نحتاج إلى قادة سياسيين عندما يتخذون قرارا بتطبيق قانون إسلامي أنهم يكونوا منتخبين، أنهم مفوضين بتبني هذا القانون، حتى لا نحدث في يعني لا تحدث مفارقات. أعطيكم مثال من السودان. في التجربتين التي تم فيها تطبيق الشريعة الإسلامية لم يستشر الشعب، وإنما كان قرار فوقي لفئة معينة من المجتمع، نتفق أو نختلف حول القرار، ولكن لم يتبع المنهج الديمقراطي في المباشرة للوصول إلى هذا القرار، ليس عن طريق الاستفتاء وليس عن طريق الاستطلاع الرأي، وليس هم بمنتخبين حتى يتم تبني هذا القرار. الشيء الثالث هو ما يعرف في الهيومن رايتس، البيزك هيومن رايتس، وكأن هنالك يعني صراع، وأن تطبيق القانون الإسلامي سيأتي سلبا على حقوق الإنسان، وهذا شيء نحتاج فيه إلى اللي هو يونيفرسال هيومن رايتس، نحتاج فيه إلى نقاش. ولكن هذا التضارب ما بين حقوق الجماعة في تطبيق القانون الإسلامي وحرية الفرد اللي هو نحن نسميه الكوميونيتي ليبرتي أن إنديفيديوال ليبرتي، هذا التداخل والتضارب يعني موجود في كل العالم. لماذا القلق من تطبيق القانون الإسلامي؟ قبل أن يعني كل الدول كانت تحترم رأي المجموعة، ولماذا هذا التخوف من إبداء القلق حول القانون الإسلامي؟ أعطي المثال من سويسرا. سويسرا هنالك قرار أصدر من المحكمة العليا السويسرية حول سويسري من الجانب الفرنسي ذهب إلى العيش في الجانب الإيطالي اللي هي كانتون اسمه تيسينو أو مدينة اسمها لوغانو، فذهب إلى العيش هناك وطالب، حيث أن سويسرا تعترف بالأربع لغات منها الفرنسية طبعا والإيطالية والألمانية ولغة اسمها الرومانشية، طالب أن المعلومات تصل
في الكانتون الإيطالي باللغة الفرنسية، وطالب بإنشاء مدارس لأبنائه باللغة الفرنسية، وكان قرار المحكمة العليا السويسري برفض هذا الخيار احتراما لرغبة الأغلبية السويسريين الإيطاليين بأن هذا الكانتون تكون اللغة فيه الرسمية هي اللغة الإيطالية. إذن يعني هنا يعني تم تفضيل خيار الجماعة على خيار الفرد، بالرغم من أنه الفرد يعطيه البيزك هيومن رايتس، الحقوق الأساسية أنه مسألة اللغة، ولكن ورغم ذلك تم يعني تفضيل الخيار بتاع المجموعة. ولذلك هل يقبل العالم الغربي أنه يتم حماية حقوق الفرد على حساب حقوق الجماعة، ولا يتم فهم مشترك إلى مسببات هذا القرار وإلى احترام هذه الدوافع؟ يعني لابد من حوار، لابد من عدم زرع الرعب. في متى ما تم الحديث عن قانون الإسلام يتم زرع الرعب، يتم التشكيك، يتم المهاجمة على أنه هذا القانون ضد حقوق الإنسان وضد حقوق الفرد ولا يحترمها. هذا شيء أنا أعتقد أنه سينتج العديد من العداء الغير مبرر. ولذلك هذا هو لب الموضوع، أنه how to reconcile، how كيف يتم التصالح بين مسألة الديمقراطية والإسلام. أنا أعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا، ولا يعني أريد أن أتبحر في هذه النقطة في قوانين التجارية وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين غيرها من القوانين الجنائية، لأنه نحتاج إلى جلسة طويلة جدا، ولكن لا بد من احترام رأي الأغلبية بصورة واضحة. أنتقل إلى البحث أو الآليات الديمقراطية المباشرة في العالم العربي. عندما طلب مني الأخ كمال مع سويس إنفو أن يعني أورد الأمثلة من العالم العربي حول تطبيق الديمقراطية المباشرة، حقيقة يعني ضحكت جدا يعني، ولذلك ذكرت هنا في البرزنتيشن These guys are UCS؟ هل أنتم جادون يعني في أنه سأبحث عن، دعوني أبحث أولا عن الديمقراطية ثم أبحث فيما بعد عن الآليات الديمقراطية يعني. فأعددت جدولا، هذا هو يتحدث عن الدولة country والميكانيزم الآلية، ثم الموضوع subject والreferences ما هي المرجعية، والانيشيتر من سيبتدر الآلية. واستخدمت بكل حسن نية النافيجيتر، هذا هو الويب سايت بتاع النافيجيتر. المهم النافيجيتر الذي تم استخدامه، ولم أجد في خلال 94 دولة مسمى لدولة عربية غير تونس. وفي تونس وجدت حقيقة يعني نصين، الأول يتحدث عن المادة 82 في الدستور التي تحدث عن في التشريع عندما في ظروف محددة very exceptional circumstances، أنه من حق طرح التشريع لاستفتاء، ورئيس الجمهورية من حقه أنه يبتدر هذا الشيء. والشيء الثاني هو المادة 139 التي تتحدث عن اللامركزية التشاركية، حيث هنالك آليات يمكن تطبيقها على اللور ليفل ولا اللوكال ليفل، ولكن لم أستسلم حقا يعني. فأتيت بفكرة جديدة، أنه وهي نصيحة إلى منظمي هذا المنتدى، أنه لا بد من تبني مؤشرات نقول إيجابية قد تؤدي إلى آليات للديمقراطية المباشرة. أنا سميتها الظروف المساعدة، الconducive environment. هذه الظروف المساعدة
أو المؤشرات إذا ما تم إقراره يعني ستؤتي بعض المؤشرات الإيجابية خاصة في العالم العربي حول تطبيق آليات الديمقراطية المباشرة. ما هذه هي المؤشرات التي استطعت من خلالها أن أبحث عن بعض الإشراقات في العالم العربي حتى يعني لا أعترف بالفشل بالمهمة التي أوكلت لي؟ أرجو أن أشير كذلك أن المغرب لديها خطوات تم النص عليها في ما يعرف بالأجندة إنيشيتيف، وهو سلطة المجلس التشريعي في طرح بعض القضايا على المواطنين. هذه البري كونديشنز أو هذه الظروف الإيجابية لتطبيق آليات الديمقراطية المباشرة، أولا قلت أنه كيف يتم إقرار الدستور؟ Constitution making process. ولذلك إذا تم إقرار الدستور بصورة واسعة استشارة المواطنين، معناها أن هذه الدولة فيما بعد ستنجح في تطبيق آليات الديمقراطية المباشرة. أولى هذه المعايير أنتجت تونس كذلك في أن الدستور أخذ وقت أطول في الميكينج بروسيس للحرص على تحقيق الإجماع، وهو شيء إيجابي. كذلك مصر في أنها أخذت وقت أطول أقل في الدستور 2012 قبل أن يتم الانقلاب على التجربة الديمقراطية. ويعني دائما نقول أن تحولات العالم العربي بالذات بعد الدول الربيع العربي أنه سنأخذ بحذر هذه التحولات إلى أن يتم يعني تطبيق هذه الأشياء على أرض الواقع. يعني سرعان ما أصابنا الإحباط في أنه هذه التجربة لم تنتج أي تجربة ديمقراطية، ولم نستطيع أن نتمكن من إحساس أو جني ثمار هذه الديمقراطية في التجربة المصرية، على عكس التجربة التونسية التي نحن الآن الحمد لله يعني نجني ثمار هذه التوافق وهذه الجدية وهذا التحول الإيجابي. وكذلك بحثت يعني في غير يعني يا جماعة أنتم ممكن تضيفوا عن بعض الدول. هذه هي المؤشرات، عملية صناعة الدستور كيف تتم، هذا عنصر أولي. طيب ماذا تم النص في الدستور؟ هل السلطة للشعب؟ يعني بحثت عن الدساتير العربية فوجدت أنه تونس تتحدث عن هذا الشيء، السودان يتحدث عن هذا الشيء، التجربة اللبنانية، التجربة المصرية، التجربة اليمنية، التجربة الجزائرية، التجربة العراقية تتحدث عنه أن السلطة مصدرها الشعب. يعني أنا لن أتحدث عن الواقع لأن الواقع شيء قد يكون مصدر للإحباط أو الاتفاق أو الاختلاف، ولكن لا بد من جانب علمي أن نتبين ما يتم النص عليه في التجربة الدستورية. الشيء الثاني، هل تطبق الدول نظام لا مركزي decentralization؟ هذه كذلك عنصر إيجابي. إذا تم تطبيق التجربة اللامركزية معناها تم توسيع مواعين الشورى على مستوى المحليات، وبالتالي فرصة للمواطنين أن يعبروا عن قضاياهم وأولوياتهم، وهو كذلك شيء إيجابي. وفي هذا المجال هنالك تجارب راسخة مثل التجربة الإماراتية التي تطبق اللامركزية، السودان يطبق اللامركزية، التجربة الجزائرية اللامركزية، لبنان، اليمن، موريتانيا، المغرب، العراق، هؤلاء يعني يطبقوا التجربة اللامركزية، وهو مؤشر أنه فيما بعد قد تنتج هذه التجربة إشراك أو عملية بتاعة تبني لآليات الديمقراطية المباشرة. ثم بعض المعايير الأخرى، وأنا أبدأ أقل تفاؤلا حول
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وفي هذا أعتقد أن التجربة التونسية هي رائدة، ثم التجربة اللبنانية، التجربة الكويتية إلى حد كبير. في البحرين يتم تنظيم انتخابات المجالس التشريعية بنجاح، في المغرب كذلك، في موريتانيا، في الجزائر، في الأردن. نتفق أو نختلف حول يعني الميجرز أو الفاليو أو القيمة التي نعطيها إلى هذا المعيار أو آخر، ولكن يعني هذه بعض المؤشرات. ثم أكتف سيفل سوسايتي، منظمات مجتمع مدني فاعلة، هذه كذلك واحدة من المؤشرات. وفي هذا نقول أنه كذلك تونس لديه منظمات مجتمع مدني فاعلة، وكذلك لبنان والكويت والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وموريتانيا والأردن. حقيقة في معيار آخر، وأنا يعني أدعو أنه هذا المنتدى يخرج بتوصيات، لا بد من مساعدة الدول في اتجاه تطبيق آليات الديمقراطية المباشرة، لا بد من رفع الوعي، ولا بد من إقامة الندوات، ولا يتم فقط بحث التجارب الناجحة أو التجارب المذكورة في الدول الغربية، إنما يتعداها كذلك إلى مساعدة الدول عن طريق اختيار شريك محلي في كل دولة يتم التعاون معه في إقامة مناشط للندوات وللتعريف وللتبشير بآليات الديمقراطية المباشرة. ولذلك المعرفة مسألة مهمة جدا. الشيء الأخير، أنه هل هنالك تجارب ناجحة في تطبيق بعض آليات الديمقراطية المباشرة؟ أشير هنا وبكل أسف إلى مثال، بعد التجربة بتاعت مقتل أو استشهاد الطيار الأردني في العراق، يعني طرح المجلس البلدي تغيير ملابس النظافة في العاصمة عمان، لأنه هذا اللون ارتبط بما يتم اختياره في تطبيق الإعدام، وهو اللون البرتغالي. فصوت الشعب أو صوت المواطنين في تغيير هذا اللون، وأنا أفتكر أنه قد تكون هنالك بعض التجارب نحتاج إلى التعرف عليها أكثر بالمنتدى، ولأنه التصويت في حد نفسه لتغيير اللون هو واحدة من آليات الديمقراطية المباشرة التي يعني تستحق أنه يتم الانتباه لها. ولذلك هذه أيضا توصية لإعلان تونس في تبني indicators. أنا لن كنت سأعطي مثالا حول أهمية آليات الديمقراطية المباشرة، ولا سأعطيه في دقيقة واحدة فقط. هنالك نقاش في السودان حول أنه هل حاكم المنطقة أو حاكم الولاية يتم انتخابه مباشرة من شعب الولاية، أم يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية؟ وحقيقة الحجة في أنه انتخابه من مواطني الولاية هو حق لهم بانتخاب حاكمهم ومساءلته والتعرف على، ولا يكون مدخلا للدولة الاتحادية في التدخل في تعيين الحاكم على مستوى الولاية أو المنطقة. ولكن هنالك حجة أخرى يعني تتحدث عنها الحكومة على المستوى الفيدرالي، أنه في مجتمع تتعدد فيه الإثنيات والثقافات، إعطاء الحق لمواطني الولاية في انتخاب الوالي قد يؤدي إلى سيطرة قبيلة أو مجموعة محددة على شؤون الولاية، وبالتالي سيكون ذلك خصما على استقرار هذه المنطقة أو الولاية، باعتبار أنه سيكون هنالك قلق، خاصة إذا كان النسيج الاجتماعي لا يتقبل أن هنالك حاكم ينتمي إلى مجموعة في مصلحة أو ضد مجموعة أخرى. وبالتالي يعني أولا تم اختياره عن طريق الديمقراطية المباشرة، عن طريق الانتخاب المباشر، وكانت النتيجة أنه بعد أن يجلس الحاكم لمدى 4 سنوات يتحول إلى رئيس جمهورية، لأنه
لن يستطيع شخص أن يزيحه من المنصب بتاعه، وبالتالي يتجبر وتحدث تحت يعني إخفاق أمني، ويحدث يعني إشكالات، تضطر الحكومة من غير سبب مقنع إلى إعلان حالة الطوارئ، وبموجبه يتم إحالة هذا يعني يتم يعني إبعاد هذا الحاكم. أنا أعتقد أن آلية الديمقراطية المباشرة كما هي مطبقة في التجربة السويسرية، بأنه إعطاء المواطنين الحق في جمع أصوات لإزاحة أو محاسبة الحاكم، هذه حق أساسي يمكن أن يكون حلا للمشكلة السودانية، أو ممكن يكون حلا لأي تجربة ديمقراطية، لأنها ترسل رسالة قوية لحاكم المنطقة أو الولاية بأن الشعب قادر على تغييره، قادر على محاسبته، وقادر كذلك على تغيير كل السلطة التنفيذية وتغيير التشريع. أختم في الحديث عن أنه ما هو التحديات أمام العالم العربي. أولا يعني للأسف أنه نحن لا نقيم بشكل جاد مسألة مشاركة المواطن، وهذه إشكالية كبيرة جدا، أو قد لا تعتبر أولويات، أو politicizing، أو يتم التسييس أو underestimate للقيمة بتاعة مشاركة المواطن. وأنا أذكر بمقولة يقولها دائما ويرددها السويسريون، أنه النظام السياسي من غير ديمقراطية أو شورى كما أن عندك ديمقراطية وليس عندك إنسان. هذه political system without democracy like human rights without citizens. ولذلك لابد أن نبني على قيم احترام حقوق الإنسان والحكم الراشد وسيادة حكم القانون والإنكلوزيفنس، اللي هو مسألة يعني الحياد والتعامل الكل بإنصاف. الشيء الثاني الملاحظ في الدول العربية أنه المثقفين دائما ما يتجنون على المواطن العادي، ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يعبروا عن مصالحه. كل النخبة السياسية تعتقد أنها أفهم من المواطن، وأنها تستطيع أن تعبر عنه ولا تحتاج إلى أن تشاوره، وهذه إشكالية في النخبة والمثقف العربي. ولا بد أن يعني نقيم النظام على مشاورة الأوردينري سيتيزنز أو المواطنين العاديين. الشيء الثاني، نجاح التجربة التونسية فقط لأنه هنالك أصبح تداول سلمي للسلطة، ولذلك إذا لم يتم تطبيق التداول السلمي للسلطة في العالم العربي، لن نستطيع أن نتفائل بالديمقراطية، ولن نستطيع أن نتفائل يعني آليات الديمقراطية المباشرة. الشيء المهم جدا كذلك أنا أنه هنالك مفهوم في العالم العربي أنه كل ما اتسعت الحريات كلما كثرت التحديات الأمنية، وأنا لا أعلم يعني من أين أتى هذا الفهم. أنا أعتقد أن الإعلام قد رسخ لهذا الفهم، وهذا شيء سلبي. هل تعتبر الديمقراطية أولوية للمواطن العربي؟ أنا أعتقد أن هنالك تحليلات بأنه دول الخليج مثلا، أو نقول أنه الشعب يعني الدول التي أفضل حالا ماليا، قد لا تمثل الديمقراطية أولوية بالنسبة له، أو بالغالبية بالنسبة له. قد يكون إشباع بعض الرقابات والخدمات هي المقياس التي يتم فيه النظر إلى الحكومات. كيف، ما هي المزايا، كم هو الراتب، كيف أستفيد. ولذلك يصبح الحديث عن الديمقراطية ليس بأولوية. وهنالك من يتحدث بأنه لن يتم الحديث عن الديمقراطية إلا بعد إشباع حاجيات المواطن الأساسية، ثم بعد ذلك نأتي ونتحدث في الديمقراطية. ولكن هذه قيم، أنا لا أتفق مع هذا الحديث طبعا على إطلاقه، ولكن نعتقد أنه لم وقد